السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة هنذاكر ونفهم. ده حل الهومورك بتاع المرة اللي فاتت، وما تنسوش تأكدوا ان انتوا اشتركتوا في القناة ودوستوا على علامة الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد ان شاء الله. تعالوا النهاردة نكمل ليسون 3 وليسون 4 من كونسبت 4 كوليجن. هناخد يا ولاد effect of speed on collision. مبدئيا كده يا ولاد، في الفيديو بتاع النهاردة هنشوف بعض العوامل اللي بتأثر على الكوليجنز. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الكوليجن يا ولاد بيخلي يحصل transfer of energy. طيب هنشوف بقى يا ولاد النهاردة بعض العوامل زي السبيد والفورس والماس، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل، وهنشوف تأثيرهم ايه على الانرجي ترانسفيرنج وكمان تأثيرهم على الكوليجن. هنفهم الكلام ده مع بعض دلوقتي بالتفصيل. اول حاجة the effect of speed on collisions. يعني ايه miss effect of speed؟ يعني يا ولاد لو انا عندي object السبيد بتاعته عالية، عربية مثلا بتتحرك بسرعة 100 كيلومتر، هل العربية دي لو خبطت في حاجة هتعمل كوليجن زي العربية اللي ماشية على مثلا 20 كيلومتر ماشية ببطء جدا؟ هل هما الاتنين لو عملوا كوليجن هتبقى الحادثة زي بعضها لا قدر الله؟ أكيد لأ طبعا يا ولاد، أكيد العربية اللي سرعتها عالية لو عملت كوليجن هيبقى التصادم بتاعها عالي جدا. طب ليه التصادم بتاعها هيبقى عالي جدا؟ ان الكوليجن يا ولاد بيخلي يحصل انرجي ترانسفير، قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. فمعنى كده يا ولاد ان العربيه اللي بتمشي بسرعه عاليه جدا الكاينتيك انرجي بتاعتها هتكون عاليه جدا، فمعنى كده انها لو خبطت في حاجه او لو عملت كوليجن هيكون مور دامج، هتعمل تدمير كبير او الكوليجن هيكون عالي. يبقى as the speed of an object increases، كل ما سرعه الاوبجكت بتزيد the kinetic energy of this object increases، الكاينتيك انرجي بتاعه الاوبجكت ده طبعا يا ولاد هتزيد. طيب تخيلوا مثلا لو انت طالع دلوقتي بتجري بسرعة عالية جدا وخبطت اخوك الصغير، طبعا اخوك هيتعور او انت كمان ممكن تتعور. طب لو انت ماشي بتجري بس بسرعة بطيئة وخبطت اخوك، مش شرط ان هو اي في حد فيكم يحصل لكم حاجة. ليه؟ لان وانت بتجري بسرعة عالية السبيد بتاعتك increases so the kinetic energy of your body increases، kinetic energy بتاع جسمك بتكون عالية جدا، فطبعا يا ولاد الكوليجن بتاعكو بيزيد، لو خبطتوا في اي حاجة هيكون تصادم عالي او الكوليجن بتاعكو بيزيد. تمام يا ولاد؟ يبقى ده كده the effect of speed. طب تعالوا نعمل comparison between a fast moving object and a slow moving object. انا عندي هنا يا ولاد object بيتحرك fast و object تاني بيتحرك slow. fast moving object و slow moving object. طبعا يا ولاد مين اللي هيكون عنده more energy؟ ال fast moving object، لكن ال slow moving object less energy، يعني طاقة اقل، لكن طبعا ال fast طاقة اعلى. طيب ال fast moving object it exerts more force، طبعا يا ولاد القوة بتاعته هتبقى عالية جدا، حاجة بتجري بسرعة اي حاجة السبيد بتاعها عالي يا ولاد او بتكون فاست، طبعا القوة بتاعتها ما بتيجي تخبط في اي حاجة بتبقى مور فورس. طب السلو موفينج اوبجكت طبعا less force، قوة اقل. طب fast moving object the force causes a big damage، هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه، بيعمل تدمير كبير جدا that can't be repaired، اما بيجي يعمل collision او بيخبط في حاجة بيعمل big damage اللي احنا ما نقدرش طبعا نصلحه. لكن slow moving object the force causes less damage، يعني يا ولاد تدمير اقل او الخطر بتاعه بيبقى اقل than the fast moving object. تمام يا ولاد؟ طيب وما تنسوش بقى كمان يا ولاد تاخدوا بالكم من حاجة، ان مش بس السبيد بيفرق، ده كمان يا ولاد الدايركشن بيفرق في الكوليجن. يعني ايه ميس الدايركشن؟ يعني انا لو عندي تو كارز خبطوا في بعض كده وهم في وش بعض، كان واحد جاي من اليمين وواحد جاي من الشمال والاتنين دخلوا في بعض، فبقول عليهم ان هم كانوا خبطوا في بعض ايه بقى او الكوليجن ازاي؟ in an opposite direction، يعني في اتجاهين عكس بعض، اتجاهين متضادين. يبقى what happens if two cars move at different speeds in an opposite direction collide with each other؟ طبعا يا ولاد لو هم جايين opposite directions the damage would be more severe. يعني ايه يا ولاد more severe؟ هتكون شديدة جدا الدامج لو هم جايين in opposite direction because they move in opposite direction. يبقى لو هم جايين في اتجاهين عكس بعض الدامج يا ولاد هتكون شديدة جدا، يبقى the damage would be much more severe. طيب لو هم ماشيين في نفس الاتجاه at the same direction وخبطوا في بعض، what happens if two cars move at different speed in the same direction collide with each other؟ هنا عملوا collision بقى بس in the same direction، كانوا الاتنين ماشيين ورا بعض، طبعا هنا بقى يا ولاد الدامج بيكون اقل شوية من وهم جايين in opposite direction، يبقى الدامج بيكون اعلى in opposite direction، لكن in the same direction يا ولاد the damage would be less severe، بيكون اقل خطورة او اقل شدة because they move in the same direction. يبقى اتكلمنا عن السبيد واتكلمنا عن الدايركشن، تعالوا نتكلم عن الفورس.
هنا يا ولاد هنعمل activity to show the effect of force and speed of a moving object on its kinetic energy during collision. احنا قلنا من شوية ان as increasing speed the kinetic energy increase وشرحناها بالتفصيل، وقلنا ان الفاست موفينج اوبجكت كاينتيك انرجي بتاعته يا ولاد بتبقى عاليه. طيب تعالوا نشوف الفورس بقى. as the force increase of object، عملنا هنا تجربه واكتيفيتي لذيذه جدا. عملنا ايه؟ جبنا، انتوا ممكن تعملوها في البيت، جبنا قطعه من الصلصال اللي هو الكلاي، قطعه من الصلصال، وبعدين مسكناها بايدينا، واول حاجه خبطنا الصلصال خبطه كده، احنا عملناها زي شكل بول كده، نفس الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، تمام؟ وخبطنا بايدينا على الترابيزه، رمينا الصلصال على الترابيزه اللي قدامنا، بس واحنا قريبين قوي من الترابيزه، كانت الفرصه بتاعتنا قليله جدا. لقينا قطعه الصلصال ما حصلهاش حاجه، نزلت زي ما هي. تاني مره يا ولاد هبعد ايدي شويه وابتدي وابتدي احدف قطعه الصلصال من بعيد شويه على الترابيزه، هلاقي ان الشكل بتاعها ابتدى يتغير شويه. تالت مره يا ولاد هرجع ايدي لورا خالص وهزود الفورس بتاعتي جدا، وهحدف قطعه الصلصال دي على الترابيزه بس من بعيد جدا، هزود الفورس بتاعتي على قد ما اقدر، هلاقي يا ولاد القطعه دي شكلها اتغير تماما. اخر مره هلاقيها نزلت على الترابيزه وشكلها اتغير تماما. معنى كده ايه يا ولاد؟ ان لما شكلها اتغير تماما لما انا زودت الفورس يبقى الكوليجن زاد، التصادم زاد، وادام التصادم زاد يا ولاد عشان كده قطعه الصلصال في اخر مره ما كانت الفورس بتاعتي عاليه شكلها اتغير تماما، تمام؟ يبقى معنى كده ايه يا ولاد؟ as the force increases، اما زودت الفورس اللي حصل kinetic energy increases، كل ما بزود الفورس يا ولاد الكاينتيك انرجي او الطاقه بتاعتي بتزيد. علشان كده اخر مره الكوليجن يا ولاد كان عالي جدا، اما حصل كوليجن ما بين الكلي وما بين التيبل كان الكوليجن عالي جدا في اخر مره. يبقى as the force and speed of a moving object increases the kinetic energy increases during collision. قلنا اول مره as the speed increases the kinetic energy increases، وهنا كمان قلنا ان لما الفورس كمان بتزيد the kinetic energy increases. يبقى as the force and speed increases the kinetic energy increases، تمام يا ولاد؟ و as the kinetic energy of a moving object increases during collision more damage will happen to this object. عشان ال kinetic energy يا ولاد زادت during collision، حصل ايه للقطعة الصلصال دي او الكلي دي؟ حصل لها more damage، ال collision اما بيزيد فحصل لها more damage، عشان كده شكلها في اخر مرة ما زودت الفورس شكلها اتغير تماما، ولقيتها كلها اتبططت كده واتساوت مع الترابيزة، شكلها اتغير تماما عشان حصل كده more damage. يبقى الفورس يا ولاد والسبيد اما بيزيدوا as the force and speed increases kinetic energy increases so more damage will happen to this object. تمام يا ولاد؟ As the force and speed increases kinetic energy increases. يبقى لو جاب لي بقى يا ولاد في الامتحان by increasing the force of an object not increases طبعا kinetic energy increases، ونفس الكلام by increasing the speed of an object the kinetic energy increases. اخر فاكتور يا ولاد معايا اللي بيأثر لي على الكاينتيك انرجي وبيأثر لي على الكوليجن هو الماس. يبقى احنا قلنا الفورس وسبيد واخر حاجة معانا هي الماس. اكتشفنا برضو يا ولاد ان as the mass of an object increases its kinetic energy increases. فجينا شفنا يا ولاد عندي truck و the car if the truck and the car move at the same speed. ناخد بالنا بقى من الموضوع ده كويس جدا، ان انا اما هاجي اقارن حاجتين، عربيه مثلا وشاحنه كبيره، كار وتراك، تراك اللي هي الشاحنه الكبيره، اما هاجي اقارن ما بينهم يا ولاد من ناحيه الماس لازم احطهم ات ذا سيم سبيد، لازم اخلي سرعتهم هما الاثنين زي بعض عشان اقدر اقارن ما بين الكاينتيك انرجي بتاع التراك وما بين الكاينتيك انرجي بتاع الكار. يبقى لازم اثبت السبيد، لازم دي ماشيه على سرعه 50 دي ماشيه على سرعه 50 وهكذا، هما الاثنين يا ولاد ماشيين على نفس السبيد، يبقى ات ذا سيم سبيد. وهتلاقوا يا ولاد كل الاسئله اللي بتيجي على جزء الماس لازم يقول لك at the same speed، هيقول لك مثلا the car its speed 80 كيلومتر بير اور، ونفس الكلام هيقول لك the truck 80 كيلومتر بير اور. يبقى احنا كده هنا هنتكلم عن الماس، ادام مثبتين او قلنا at the same speed يبقى هنتكلم عن الماس. اول حاجه يا ولاد لقينا التراك، التراك has a big mass، وعشان هي يا ولاد عندها big mass او كتلتها كبيره عشان كده عندها big engine. big engine يا ولاد يعني الموتور بتاعها كبير، وادام يا ولاد الموتور بتاعها كبير يبقى طبعا هي محتاجه ايه؟ uses more fuel، يبقى محتاجه وقود اكتر، وادام هي محتاجه يا ولاد وقود اكتر وبتحرق طول ما هي ماشيه في وقود اكتر، يبقى معنى كده يا ولاد انها عندها more kinetic energy، يبقى الطاقه بتاعتها يا ولاد كبيره،
يبقى ادام هي عندها بيج انجاين، محرك كبير او موتور كبير، وبتستخدم بنزين كتير او مور فيول او الوقود بتاعها كتير، معنى كده انها بتحرق فيول كتير عشان الانجاين بتاعها كبير. يبقى ادام هي يا ولاد بتاخد فيول كتير او بتاخد وقود كتير، يبقى هي عندها مور كاينتيك انرجي، يبقى الطاقه بتاعتها طبعا عاليه جدا. يبقى كده اما يكون حاجه يا ولاد عندنا هذا بيج ماس، يبقى سو ات هاز مور كاينتيك انرجي. يبقى از ماس اوف ان اوبجكت انكريزز اتس كاينتيك انرجي انكريز. طب تعالوا نشوف بقى يا ولاد الكار. ذا كار هاز ا سمول ماس، طبعا هي بالمقارنه بالشاحنه او بالتراك الكتله بتاعتها صغيره، عشان كده يا ولاد الموتور بتاعها طبعا صغير، هاز ا سمول انجين يوزس ليس فيول، بتاخد وقود اقل. ادام هي يا ولاد بتاخد وقود اقل، يبقى طبعا هي الطاقه بتاعتها اقل، ادام بتحرق بنزين اقل او وقود اقل يبقى الطاقه بتاعتها اقل، يبقى it has less kinetic energy. يبقى as the mass of object decreases the kinetic energy decreases، و as the mass of object increases the kinetic energy of an object increases. يبقى لو جالي هنا بقى سؤال give reason، the truck that its mass is 1 ton has half the kinetic energy than another truck its mass 2 ton when they both move at the same speed. يعني بيقول لي هنا انا عندي شاحنتين، اول تراك عندي الماس بتاعتها او الكتله بتاعتها 1 ton يعني 1 طن، والعربيه الثانيه يا ولاد او التراك الشاحنه الثانيه الكتله بتاعتها 2 ton، وقال لي ان الاثنين ماشيين at the same speed. بس بالرغم من كده يا ولاد قال لي ان التراك اللي الماس بتاعتها 1 ton has half the kinetic energy، يعني الكاينتيك انرجي بتاعتها اقل من التراك اللي الماس بتاعتها 2 ton. طبعا من غير تفكير، ادام يا ولاد واحده الماس بتاعها اقل معنى كده ان الكاينتيك انرجي بتاعها اقل، وكل ما الماس بيزيد as the mass increases the kinetic energy increases. يبقى هنقول because if the mass of an object increases its kinetic energy increases، ما ننساش نقول at the same speed، ان هما الاتنين بيمشوا at the same speed او بنفس السرعة. احنا هنا بنتكلم عن الماس بس، يبقى لازم السرعة تكون ثابتة. تمام يا ولاد؟ يبقى لو قلنا يا ولاد the effect of mass on collisions، ادام as the mass increases the kinetic energy increases، ادام الكاينتيك انرجي زادت يا ولاد او الطاقه زادت، طبعا بيكون الكوليجن ايه بيزيد، بيكون مور كوليجن اند مور دامج. زي ما كنا بنقول السبيد والفورس اما بيزيد وبيبقى مور دامج، طبعا الكوليجن اما بيزيد بيحصل تدمير اكتر او مور دامج. نفس الكلام ادام الماس يا ولاد increases kinetic energy increases، يبقى بتعمل الكوليجن، طبعا الكوليجن يا ولاد بيزيد. يبقى large mass vehicle زي التراك كده causes more damage، بتعمل تدمير اكتر طبعا when it hits something، لو جت خبطت في حاجة، than a small mass vehicle traveling at the same speed، وهم الاتنين بيكونوا at the same speed. عندي تراك عندي شاحنة وعربية ماشيين هم الاتنين بنفس السرعة، طبعا لو العربية الكبيرة الشاحنة دي خبطت في حاجة هتعمل لي damage وcollision اكتر من العربية الصغيرة ما تخبط في حاجة. تمام يا ولاد؟ هيجي لي هنا بقى سؤال يوضح الكلام ده يا ولاد. لو قال لي what happens if a bicycle move at a speed 50 كيلومتر per hour hits a person، لو عجلة ماشية، عجلة بايسكل، العجلة اللي انتوا بتركبوها دي ماشيين بيها على سرعة 50، وجيتوا خبطتوا واحد ماشي في الشارع، خبطتوا طفل صغير، خبطتوا اي حد ماشي في الشارع، هل الشخص ده هيحصل له حاجة ولا هيحصل له حاجة؟ يبقى the bicycle will cause some injuries، شوية جروح بس to the person but he will survive، بس هو هيزال على قيد الحياة مش هيحصل له حاجه. طب ليه يا ولاد؟ لان يا ولاد البايسكل هاز سمول ماس، وادام حاجه عندها سمول ماس بتبقى ليس كاينتيك انرجي وليس دامج، تعمل دامج قليل او الكوليجن بتاعها بيبقى قليل. طيب لو جات لي بقى كار موفز نفس السبيد ات سبيد 50 كيلومتر بر اور هيتس ا بيرسون، لو عربيه ماشيه على نفس السرعه دي يا ولاد وخبطت شخص، طبعا دي كارثه. ليه؟ لان العربيه الماس بتاعتها كبيره، فما تيجي تخبط شخص ممكن تموته. يبقى the life of this person may be in danger، حياة الشخص طبعا تصبح في خطر. ليه يا ولاد؟ عشان as the mass increases kinetic energy increases. تمام يا ولاد؟ آخر حاجة بقى معانا يا ولاد، وهي the speed of the moving object on a ramp. يعني إيه يا ميس the speed of the moving object on a ramp؟ يعني إحنا عملنا كده يا ولاد ramp، ramp يا ولاد يعني منحدر، خدناها الترم الأولاني يا ولاد لما عملنا كتب وحطينا عليها مسطرة وعملنا ramp، عملنا أي منحدر؟ نازلين من كوبري، نازل منزل جراج، كل الحاجات دي يا ولاد بقول عليها رامب او منحدر. فدلوقتي الولد ده كده عنده لعبة يا ولاد على شكل رامب، على شكل منحدر او نزلة كوبري كده، وجبنا يا ولاد اكتر من عربية، عربية كبيرة وعربية صغيرة شوية وعربية اصغر منهم، وجينا نزلنا العربيات دي يا ولاد على رامب على منحدر. تمام؟ لقينا ايه بقى؟ لقينا ان العربية الكبيرة يا ولاد اسرع عربية نزلت،
خدت 1 سكند، العربية والزلارج ماس وهي نازلة على الرامب خدت 1 سكند، في ثانية واحدة كانت نزلت، والعربية المتوسطة شوية خدت 2 سكند، أما العربية الصغيرة يا ولاد خدت 3 سكندز، خدت 3 ثواني لحد ما نزلت. فاكتشفنا إن العربية الكبيرة وذا لارج ماس كانت يا ولاد أسرع واحدة، هاز ذا موست سبيد. أقول يبقى يا ولاد اكتشفنا إن ذا سبيد أوف ذا موفينج أوبجكت أون أ رامب، بناخد بالنا كويس أوي، أون أ رامب increases by increasing its mass، كل ما الماس بتاعت الأوبجكت يا ولاد اللي نازل على رامب بيزيد، السبيد بتاعته إيه يا ولاد؟ بتزيد. يبقى the speed of the moving object on a ramp increases by increasing its mass. تمام يا ولاد؟ طيب وجينا كملنا التجربة دي، مسكنا يا ولاد كل عربية من دول تمام، وعلقناها مكان الكرة دي، شايفين الكرة الحمراء دي كده، احنا جبنا العربية الصغيرة علقناها مرة، وجبنا العربية المتوسطة علقناها مرة، وجبنا العربية الكبيرة كمان علقناها مرة. وبعدين يا ولاد عملنا ايه؟ جبنا يا ولاد paper cup او كوباية مصنوعة من الكرتون او من الورق كده، وحطناها يا ولاد قدام العربيات اللي بتتحرك دي تمام. طبعا يا ولاد احنا بنقرب الكوباية من العربية قوي، وبنخلي العربية اللي هنا تزق الكوباية. لاحظنا ان اول مرة يا ولاد اما كانت العربية صغيرة زقت الكوباية المسافة الصغيرة دي، كانت الكوباية هنا والعربية الصغيرة زقت الكوباية المسافة الصغيرة دي تمام يا ولاد. طيب تاني مرة حطينا مكان الكورة دي العربية المتوسطة في الحجم شوية، لقينا ان الكوباية يا ولاد اتزقت مسافة ابعد تمام. تالت مرة يا ولاد حطينا العربية الكبيرة والذا لارج ماس، لقينا ان الكوباية جريت بعيد قوي اول ما العربية زقتها، الكوباية مشيت مسافة كبيرة جدا. معنى كده ايه يا ولاد؟ ان لما كانت العربية الصغيرة موجودة لقينا الكوباية اتزقت المسافة الصغيرة دي، معنى كده ان العربية الصغيرة يا ولاد ادام زقتها مسافة صغيرة يبقى it has less kinetic energy، الكاينيتك انرجي بتاعتها قليلة، عشان كده معرفتش تزقها غير مسافة صغيرة جدا. الميديوم كار يا ولاد لقيناها انها يا ولاد بعدت الكوباية او البيبر كاب مسافة أبعد، معنى كده إن لما العربية كبرت شوية as increasing the mass الكاينيتك انرجي يا ولاد بتاعتها زادت شوية، يبقى the kinetic energy increasing so the paper cup move with a bigger distance، مشيت مسافة أبعد شوية. طيب the large car العربية الكبيرة بقى يا ولاد لما جينا حطيناها قدام البيبر كاب the largest distance، خلت يا ولاد البيبر كاب بتتزق ابعد مسافه، the largest distance ابعد مسافه زقتها بعيد خالص، معنى كده ايه؟ انها يا ولاد الانرجي بتاعتها كانت عاليه جدا عشان هي عندها يا ولاد large mass. يبقى اول حاجه لو قال لي how does the mass affect speed on a ramp، the speed of the moving object on a ramp increases by increasing its mass، السبيد يا ولاد of a moving object on a ramp بتزيد مع ايه؟ by increasing the mass، كل ما بتزيد الماس زي ما شفنا في الكارز، كل ما بتزيد الماس واحنا نازلين على الرامب، on a ramp يعني على المنحدر، the speed increases طبعا السرعه بتزيد. وتاني مره كمان اكتشفنا ان ايه كمان يا ولاد بيزيدوا، how does mass affect kinetic energy برضو by increasing the mass of an object that moves down a ramp kinetic energy of this object increases، لقينا يا ولاد ان الكاينيتك انرجي كمان increases، بالدليل ان the largest car العربية اللي كان يا ولاد الماس بتاعتها كبيرة اما جت زقت البيبر كاب زقتها largest distance بعدتها مسافة بعيدة جدا، معنى كده انها كان عندها kinetic energy عالية جدا. كده يا ولاد احنا خلصنا lesson 3 و lesson 4، ما تنسوش تحلوا الهومورك، هنا الهومورك هنعمل ماتش، ولو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وما تكتبوا الهومورك يا ولاد اكتبوا لي اساميكم تحت الهومورك تحت في الكومنتس عشان اقولها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، ولو احتجتوا اي حاجه اكتبوا لي برده في الكومنتس هساعدها لكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في قناه هنذاكر ونفهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.